معنا الحلقة 18 من مسلسل لو عارف الأصل. تبدأ الحلقة على الشيخ ويقول الفاتحة، بعد كده فاطمة واخدة فريال في حضنها بتقول لها ما تزعلمين، قالت لها لا الله يرحمه كان بيحبك وما فيش أي حاجة وحشة وربنا إن شاء الله يرحمه. دلوقتي فايدة داخلة على فريال أختها بتقول لها ايه مش ناوية تكلميني، وأمينة في صوته بتقول لها خلي بالك من فريال، قالت لها مين هخلي باله من مين، قالت لها تعالي وصليني بره. دلوقتي فايزة بتكلم مصطفى بتقول له بدل ما تحنن قلبي فريدة علي، قال لها دي وقت هتخليني اضحك والمكان والوقت مش مناسب. والله يا فايزة انت مش تاكلي مال اخواتك، ده انت لو طولت هتاكليهم كلهم هتاكليهم. وبعد كده فاطمة قاعدة تتكلم في التليفون واقفة، وجاي عايزها صالح بيقول لها البقال اللي جاله خبر ان المخزن بتاعه الحكومة رايحاله، راح مش على طول. وأمينة واقفة تتكلم في التليفون، دخل عليها إبراهيم بيقول لها ازيك يا أمينة عاملة ايه وحشتيني، ما ردتش عليه. قالت له لو فاطمة جات وشافتنا هتخرب الدنيا، قال لها انت ما تخافيش من فاطمة انا بحبك يا أمينة وانت بتحبيني، قالت له لا طبعا خلاص انت قطعت كل حاجة بينا، قال لها حب بين في عينيكي انا عارف ومتأكد. قالت له بقول لك ايه امشي، راحت سابته وماشية. هو فضل واقف يبص عليها، ابراهيم بعد كده مشي وسابها. بعد كده دلوقتي رضوى رايحه ليالي بتقول لها انت السبب في موت الاستاذ انور، انت اللي هتقولها ان شاء الله وهتجيب له حقه وهجيب له حقه، وبعد ما مات انت خلي سيرته كويسه. قالت لها انت عايزه تفضحيني وعايزاها امي تروح فيها، قالت لها مش انت اللي قتلتيه، قالت لها بقول لك ايه يا رضوى انت بس ما انت لو معاكي دليل قولي لي عليه، انا ما فيش اي دليل معاكي. قالت لها بقى كده، قالت لها انا ما قلتيش هقول لباباك على رامي، قالت لها بقى كده يا ليل، قالت لها درويش بيكلم فاطمه يقول لها على اتفاقنا يا فاطمه، قالت له اتفاق ايه يا حاج درويش، قال لها صرح دخل السجن، قالت لها امن على حد واحط ايدي في ايده، دخل اخوه اللحم ودمه السجن، قال لها بقى دي اتفاقنا يا فاطمه، قال لها بقى كده، قالت له بقى كده اطلع اشكيني وشوف هتعمل ايه وقول للناس، قال لها قالت له ماشي انا اخد عليك الورقه ان انت اللي عملت في اخوك كده وكل حاجه، قال لها بقى كده، قالت له اقعد بقى كده واهدى. ابويا قالها زمان عيله القط دي ملهاش عامله فعلا تاكل وتنكر ويعضوا زي بعض في بعضيهم زي القطط والكلاب. بعد كده امينه ومنار قاعدين مع بعض وبيتكلموا، بتقول لها انا شفت ابراهيم وبيكلمك، قالت لها بيقول لك ايه، قالت لها بيعزيني عايز، قالت لها عايزك ليه، اوعى تكون يقول لك عايز ارجع لك، قالت لها قالت لها وانت رديت، قالت له قالت لها لا، قالت لها عارفه حتى لو انا وافقت فاطمه مش هترضى، قالت لها كويس ان انت عارفه كده، وراحت سايباها وماشيه. بعد كده هبه بتكلم درويش بتقول له فاطمه هي عملت كده بس انت المفروض كنا خدنا بالنا منها. جه فاروق بيكلم شيرين بيقول لها مش وقت لوم وعتاب، انا جوزك ولازم اقف جنبك. فاطمه واقفه بتقول له بتقول لها انا مش عايزه حد، قال لها خلاص مش وقت الكلام ده، قالت له خلاص يا فاروق سيبها دلوقتي ترتاح. قال لها انا راح اشوف دروش عمل ايه مع عم صالح، راحت قالت له استنى يا فاروق انا عايزاك، قالت لها عارفه يا فاطمه انا حاسه ظهري اتكسر ومليش ظهر ولا سند، وخدت لها فاطمه قالت لها عارفه الاحساس ده انا حاسه برضه لما بابا يروح. وفاطمه خدت فاطمه. دلوقتي صالح بيتكلم مع وكيل النيابه محمد كمال بيقول له انت المخزن دي بدعاء انت مش مدخلها مهربه، قال له لا يا فندم انا المخزن ده دايما ببقى فاضي وعمري ما احط فيه بدعاء، قال له لا يعني المخزن ده مش مخزنك، قال له مخزني بس هو الغفير اللي فيه هو اللي حطه، انا يا باشا مش بحطه ومش عارف مين، قال له امرنا بحبس 4 ايام على ذمه التحقيق من سرايا النيابه. بعد كده فاطمه جالها نغزه صدرها جامد عماله تدوس عليها لحد ما مسكت في السرير وفضلت تسند لحد ما قعدت على السرير وقعدت تفكر. بعد كده كانت تعبانه بتاخد نفسها بالعافيه ومش راضيه تقول لاي حد معاها خالص. بعد كده بيدو قعد مع الواد بيقول له بقول لك ايه انت اللي انت عامله ده مش هتاكل معايا، قال له هروح للاستاذ فريال، قال له روح وشوف قول لها انا اللي جاي قتلت ابنك وكنت موتهولك والحرام اللي سرقته، قال لها هعملها، اقول له هاتي فلوس قصاد القضية وانا مفيش، قالت له هي عبيطة هتديك قصاد القضية ده هتسلمك هعتبر اللي انا مسمعتوش وهرديك من اللي معايا تاني،
ماشي يابا مقضية مقضية، ومشوا مع بعض. دلوقتي حاتم ومنار قاعدين بيقول لها احنا انا بحبك، قالت له انا كمان، قال لها مش اول حاجة وقفت بينا هتتخلي عني وتسيبيني، قالت له لا يا حاتم انا مش كده، قال لها مش انت اللي حطيتي رائدة في المنشار وقلتي لا انا لشغلك، انا دلوقتي قدامي فرصة وانت فرصة، قالت له لازم نروح نضحي، قال لها مفكر. بعد كده فاطمة راحت للدكتور قال لها انت مش بتعملي تشيك كل قد ايه، قالت له ما بعملش خالص، ده لولا هما اللي زن عليا فانا جيت لحضرتك، غير كده انا ست تاجرة وكل يوم في السوق ومش فاضية. قال لها بصي احنا من باب اول دلوقتي ما اقدرش اقول لك اي حاجة، احنا نعمل قسطرة وبعدين نرجع نقول لك في ايه. دلوقتي جابر بيكلم فاطمة بتقول له خف شوية على شيرين وقول لي ياسر الغي الموضوع، قال لها لا ليه حول الله يا رب، مش انت اللي قلتي عشان فاروق يسيبها، قالت له شيرين مكسورة وملهاش اي ذنب وهي بتحب فاروق، قال لها طالما بتحب فاروق هتجيب منه ابن يعني هتورث في الاصلي واهل ورث الاصلي، انت طالما بديت المشوار ما ترجعيش يا فاطمة لورا. دلوقتي شعبان واقف هو وجابر وقاعدين مع بعض، اللي شغال عند فاطمة بيقول لها انا ابو علي، قال له في عامل ايه يا حسن، قال له كمان كويس، قال له عايز 4 5 فوانيس 7 فوانيس لست فايزة زي كل مرة هما مش موجودين عندنا. شعبان قال له مش انا هجيبهم لك انا، قال له اقعد انت بس وكلنا على جنب، قال له في حاجة يا ابو علي، قال له لا مفيش حاجة حسن، قال له مفيش حاجة، قال له مالي، قال له بص انا مبغوطش الحرق، قال له الست فايزة دايما تاخد من عندنا والحاجات الناقصة، وانت طالما انت بتقول حرام انت هتدخل تجربة بنت، قال له الست فاطمة هي اللي عمر بديت لي بالخيرها من ده بالشر، قال طب ادخل وانت ساكت. دلوقتي عمر وآية قاعدين مع بعض، قال لها يلا نطلع عليك ما كل الناس عرفت ان انت باباك محبوس، قال لي مش حاجة دي بسايحك، قالت له اه، لا تعال نطلع لايف ونزل دمعتين وقولي للناس وبعد كده تركب الترند، قالت انت تافه وهايف وروح شوف حد غير يعمل معايا. دلوقتي فريال قاعدة مع زياد بيقول لها رانيا كانت قاعدة مع باشمهندس مصطفى استاذ مصطفى مع بعض و قلت له اه اوكي ده انا اديتها قضية وتعملها وانا كنت ناسيها، قال لها اه طب والساعة، قالت له معاك دليل، احنا انت محامي ولازم يكون دليل، قال لها لحد دلوقتي لا بس انا بقول لك خدي بالك وانا هحاول ان اجيب الدليل، قالت له انت اه بتكرهها بس مش تقول لي، انا بعد كده لو طلع مفيش حاجه مش همحيك واسيبك من هنا، همحيك اصلا من نقابه المحامين. دلوقتي فريال قاعده تعيط، فاطمه دخلت عليها قالت لها بلاش دموع بقى كفايه، قالت لها مش قادره، قالت لها حاسه بيكي نفس اللي كان احساس ده ساعه ما بابا توفى، قالت لها تعبت اوي فاطمه مش قادره، من غير انور هو كل حاجه قلت كل حاجة في الدنيا بالنسبة له، أي حاجة بعملها أنا وهو نكون مع بعض، قلت لها ربنا يخليك يا حبيبتي وتقف على رجلك كنت لسه صغيرة، وهي ماشية أغمى عليها قالت لها فريال، راحت مشيت راحت عند الدكتور قالت لها مبروك انت حامل، مبقتش عارفة يا عيني تفرح ولا تزعل. فاطمة معايا سوسو دلوقتي في نفس الوقت، سوسو ده قاعدة هي وهبة بتقول لها حكاية درويش وحكاية صالح وصالح دخل السجن ازاي ودرويش هو اللي عملها، قالت لها درويش ما عملش حاجة واللي عمل كل ده المصلحة، ما انا سمحتهم بيتكلموا صالح ودرويش، فاطمة هي اللي لها مصلحة، مصلحة كبيرة قوي ان هي مش عايزة سكة صالح معايا صالح القط، قالت لها فاطمة، قالت لها اه طبعا، راحت هي بصلها كده بعد ما صيدلية الاصلي بتاع فريال الاصلي كلها دخل الدكتور جمال والواد وخطيبته زهرة بيقول له جهزت اهي جوزها مات وكمان الدكتورة بنت خالتها مشيت احسن، وادي خطيبته قال له بس زهرة، قال له زهرة دي خطيبتك وتخصك انت اللي تعملها مش سكتي يابا. المهم راح يديله الدواء قال له خطفت منه، قال لها هات يا زهرة، قالت له لا هات، دخل عليهم واحد بيقول لها عايز الدواء دي دكتورة، قالت له حاضر، راح هو قال لها هات شوف الشتة بتاعتي يا دكتورة، راح عطاها له ومشي. في نفس الوقت بقى ده يعني فريال قاعدة تعيط وأمينة جنبها ومنور تقول مش عارفة أفرح ولا أبكي لأن جوزي مات وابني جه وهي